صباح الخير احبابي، صباح الخير عليكم. بسم الله، السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير دائما نقولها العصافير. اليوم نحكي لكم على روتيناتي مع عصافيري وفي هذه الفترة المشكل اللي انا نعانيه معاها. بسم الله، اول حاجة دائما نبدأ بها مع الصباح، صباح عليهم الوقت اللي صرت نخرجهم للشمس، لانه فيتامين دي راه يخص العصافير نتوعي في هذه الفترة. طبعا المشكل هذا كيفاش عرفته، كيفاش عرفت باللي راهم عندهم نقص فيتامين دي؟ دوك نقول لكم. طبعا هذه الصور هنايا راني ننظف الاوساخ، على بالي يقولوا لي الاوساخ راهم مسخين وكلشي. اذا هادو عندهم هكا كم من يوم، يعني يومين او ثلاثة ايام، ندير لهم حمله تنظيف، نعود ننظف البقايا نتاع الاطعمه ونعاود نحط لهم الطعام تاعهم. الماء نجدده كل يوم ولا كل يومين، نجدد الماء في فصل الشتاء. طبعا هما العصافير بالنسبه مثلا للماء، نهار يملوا منه فترة الصيف، يعني الماء يكون ما عاجبهم، يحطوا لي فيه الأوساخ. صافي نفهم بلي أنا هاد الماء لازم له تغيير هكا، يعني العصافير. ونحاول ندعم هكا دايما ما نوصل ديك الفترة، المرحلة اللي يولوا يحطوا فيها هما الأوساخ، زعما كش تبدل لينا هذا الماء. سبحان الله، زعما العصافير يتعودوا، ما نعرف، مع يتأقلموا مع الحياة هذه تحت المنزل، يعني ما هم في الطبيعة. الحمد لله على كل حال. يعني عصافير مشكلتهم انهم عندهم عامين ما داروا الانتاج، يعني ما البيض يكون بصح ما كان، يعني فيهم ما غير مخصصه بالبيض. فكي سولت واحد نتاع المهتم بالطيور، مشيت له شخصيته زعما شنو المشكل، قال هو باللي ممكن نقص فيتامين دي. ممكن صح، لاني انا سابقا كنت نخرج عصافير يوميا نخرج، سواء في الصيف سواء في الشتاء، وما كان يهمني سبحان الله حتى العصفوره لو كان محضنه ولا شيء. وما كان الناس اللي يقولوا لك كتكون العصفوره محضنه لازم ما نلمس هذا الكاج ونخليه زعما مرتاح. بصح انا كنت نخرجهم ما شاء الله، بصح كان كاين انتاج بسبب انهم متعرضين للشمس والهواء. فترة واحدة خليت زعما نوع من الإهمال، يعني ما نخرج من الشمس، وكنت نقتصر على ديك الشمس اللي تدخل للبيت، زعما فترة قصيرة تدخل الشمس في واحد المكان ننزلهم ليه ونخليهم تما، نقول راهم في الشمس، راهم تكفيهم هذيك الشمس. بصح اتضح انه ما تكفيهم هذيك الشمس، لازم نخرج من الهواء، لازم نخرج من الهواء. هو الحق وصف لي، عطاني الدواء تاع فيتامين دي، نديروا ليهم في الماء ويبقاو يشربوه. طبعا انا الحق زعما دائما هذو الادويه وغيرها تكون زعما ثقيله فيهم، ما نعرف علاه، نبغي الاشياء دائما تكون طبيعيه. المهم يعني عطيتهم الدواء فترة معينة، ما نعرف، أنا عصفوري واحد مات ليا، ما نعرف أسكو ممكن بالدواء جا قاوي، ما نعرف، والله هو جات ساعته ومات. حصلهم الحمد لله، يعني ما خلق لهم حتى شيء. ما أنا قلت نرجع للحاجة الطبيعية أحسن، نجنبو مشكلات هذوك نوقفو فيها. أحسن شيء في فترة التزاوج هو نعطيهم البيض، يعني هو اللي غني بالكالسيوم، خاصة انه يساعد العصفورة في انتاج البيض نتاع، يعني البيض نتاعها. ياكلوا حتى القشور، ما ياكلوا البيضة كامل وياكلوا حتى القشور نتاع البيض. يعني انا تشوفوا راني نوع، يعني عطيتهم القرجيط هذاك والقرع، نعطيهم الخيار، نعطيهم السلطة، نعطيهم البرتقال. كما تشوفوا هنا البرتقال، هذه العصفوره مع العصفور ما كانوا البرتقال هذاك مندرين الحقيقه، هو الثاني بالقشره. انا قلت بالك حق ما هو حق مقشر ما كالو، ما نعرف. المهم المجموعه الثانيه كالو المندرين هذه. ايوا نعطيهم برتقال مره، البرتقال مره، المندرين مره، الخس مره، السلق، كل هذه المواد مفيده يعني في هذه المرحله نتاع التزاوج. وكان واحد النبته ثانية تنبت برية، والله نسيت الاسم نتاعها، نحطو دوك نحطو زعما الاسم هاكا اللي تشوفو. هي أيضا قالك مفيدة في فترة التزاوج. أيضا الزنجبيل بصح لازم تنحي المشربة، كنت درت فيديو قبل، تنحي المشربة في الليل، تنحى تماما، ومن بعد توجد الزنجبيل في الصباح، زنجبيل مع شوية ماء، يعني تخليه راغن زنجبيل هاكا، ومن الصباح تعطيه
في الماء، يعني في الماء هذاك الماء اللي نحيناه اللي مفلي صافي صبح وعطشاني مباشره تعطيهم هذاك الماء، يضطروا انهم يشربوا هذاك الماء تتحسن المناعه نتاعها. انا لكم استفدتوا بالمعلومات اللي طرحتها لكم وحكيت لكم على روتيني مع طيوري. نتمنى لكم الصحة، نتمنى الصحة لكم وطيوركم ونباتاتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.